مقابلة صعبة بين فريقي سعيدة وبسكرة، الأولى تبحث عن البقاء والثانية في طريقها إلى الارتقاء في سلم الترتيب. ودخول المولودية المحلية بعزيمة لافتكاك النقاط الثلاث، لكن لاعب بسكرة بن عاشور كاد أن يقلب الموازين بكرة في القائم الأيمن للحارس بوهدة. سيطرة سعيدة الطفيفة مكنتها من فتح باب التسجيل من توقيع قائد الفريق بن عيادة في الدقيقة 22 برأسية مانحا التفوق لفريقه. رد فعل اتحاد بسكرة كان غائبا وفسح المجال لهجوم سعيدة في حدود الدقيقة 40، حين منح حارس بسكرة خلف الكرة للسياحي الذي وضعها في المرمى دون عناء. رد فعل أشبال المدرب الكناوي كان عن طريق اللاعب الطيب، لكن الحارس بوهدة تصدى للكرة. في الشوط الثاني حاول رفاق اللاعب الأخضري الذي مرت كرته فوق العارضة احتواء منطقة مولودية سعيدة، لكن دون تغيير في النتيجة. من جهته اللاعب البديل لسعيدة بومليت أهدر فرصة أمام حارس بسكرة. وفي الوقت بدل الضائع تسديدات لاعب بسكرة سواد كادت أن تأتي بثمارها، وانتهاء المقابلة في روح رياضية عالية بتفوق مولودية سعيدة أمام اتحاد بسكرة الذي لم يظهر بوجهه المعتاد. المباراة التي بلي يعني في الربعين دقيقة الأولى لي دو بوت كو سعيدة ماركي يعني نوزو اسومي لا رياكسيون تاعنا ما كانتش يعني بعد تلقي الأهداف. الشوط الثاني ممكن احنا اللي تغلبنا شوية في اللعب، تقدمنا لو بلوك ايكيب تاعنا تقدم. On a récupéré beaucoup de ballons au milieu de terrain, mais quand on a dit qu'on a eu les mouvements, ou quand on a eu la dernière passe, c'est ce qui nous faisait défaut pour le match. Et je pense que, comme je l'ai dit, on a eu le match et le Fariq peut nous faire un match, il passe à côté. Mais on a eu le 7 matchs. On a eu le match pour les Fariq Biskra, le Fariq Biskra a joué sans ضغط, mais on a eu le match pour les Saoud. احنا ما كاش عندنا اي خيار هو سواء الفوز باش نزيدو نقعدو في الوثبه كما يقولوا الجيده.